أولاً لابد ما نشكركم على الحضور ديالكم هنا والإعلام كامل، لأنه كيزيد الاحترام ديالكم والتقدير ديالكم للفلاحة بإقليم تونس. هذا اللقاء هذا كتنظمو شركة لوسيبي، وكاين ضيف فيها الشرف هي شركة فيرتيكا، شركة فيرتيكا اللي كتنتمي لإقليم تونس. بطبيعة الحال هذا النشاط هذا عنده واحد الأهمية كبيرة، خاصة للفلاح، والفلاح ديال إقليم تونس خصو يولي فلاح احترافي، وهذا العمل هذا كيعطيهم واحد الطريقه كيفاش يتعاملوا مع التربه، كيفاش يديروا التحليلات ديالها، كيفاش يكونوا شركاء اساسي للرفع من التنميه ديالهم ومن القيمه ديالهم ومن المنتوج ديالهم. وحنا جينا نشاركوا هذه الفلاحه هذا اليوم، هذا حاضرين فيه الفلاحه ديال دائره تيسا، اللي بطبيعه الحال وانا كرئيس مجلس اقليمي وكنتمي لتيسا كنشاركهم، وغدا ان شاء الله غيكونوا عاوتاني في الفلاحه ديال منطقه اخرى. حنا بدورنا غير لابد ما نشكروا هاد الناس اللي جاوا داروا سياسه القرب مع الفلاح وكيعاونوه، وعندهم واحد التحديات كبيره ديال كيفاش يعلموهم يعرفوا الحاجيات ديال التربه، كيفاش الانسان يهز التربه ويدير لها التحليله ويشاركها ويطوروا من الانتاج ديالهم. شنو هي اهم المميزات او الجديد في هذه الدوره هذه؟ الجديد هو ان جابوا خبراء جداد، وايضا حنا شركاء، حنا جينا حضرنا معهم واستفدنا بدورنا، ايضا على حسب الاستطلاع ديالي ديال الفلاح داروا ذاك البرنامج بطريقه بسيطه، فهموا الفلاحه ولغه بسيطه دارجه، يعني الفلاح حسينا به استوعب الرساله والميساج كيفاش يكون فلاح محترف، ما يبقاش ذاك الفلاح اللي كيعتمد في بدائي، خصو يعرف الدول اللي يدير كل حاجه بالوقت ديالها. شحال عدد ديال الفلاحين المستهدفين اليوم حسب ديال المعلومات اللي عندي؟ واحد 700 فلاح. طبيعة الحال حضروا يمكن اكثر، لان جبنا معنا احنا فلاح ضيفين، ولكن 100 فلاح اللي مستهدف. كلمه اخيره. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم لدائره قريه بو محمد، وحاضرين معنا هنا مع الفلاح ديال تيسا، وهذا الشيء اللي بغينا هو يكون هذا الانسجام بين تيسا والقريه والفلاحه كامله، لان تيسا والقريه معروفه اكبر منطقه فلاحيه باقليم تونس.